محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد. كثير من المؤمنين يتصورون أن المبعث معناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح في هذا اليوم نبيا، هذا أيضا خطأ. النبي صلى الله عليه وآله كان نبيا وآدم بين الماء والطين قبل أن يخلق آدم، نص الحديث الشريف كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. النبي خلق نبيا، وأنه خلق ثم بعد ذلك أصبح نبيا، هذا شيء مو صحيح. إنما في اليوم 27 من شهر رجب بعث رسولا. النبي نبي يعرف كل شيء، ولكن ما كان مأمورا من الله سبحانه وتعالى أن يبلغ شيئا للناس، ما أرسل للناس. المبعث معناه أنه في هذا اليوم، في يوم، في مثل يوم غد، النبي صلى الله عليه وآله أمر بتبليغ الرسالة. النبي صلى الله عليه وآله قبل المبعث كان يعرف القرآن كله، كان يعرف الدين كله، كل التفاصيل كانت عند النبي صلى الله عليه وآله موجودة. إحنا القضية مشهورة قبل أيام ذكرى ميلاد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، سامعيها في الرواية الشريفة، هذا الشيء مذكور. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولد قبل 10 سنوات من المبعث الشريف. عندما ولد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في اليوم 3 من مولده الشريف، عندما خرجت السيدة فاطمة بنت أسد سلام الله عليها وعلى يديها الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أعطته لأبي طالب سلام الله عليه. أبو طالب أخذه، الإمام سلم على أبيه، ثم أعطاه أبو طالب للنبي صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عند ذلك قرأ آيات من القرآن الكريم، وسامعين الرواية الشريفة، قال بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون، قرأ هذه الآيات، آيات من القرآن الكريم قبل 10 سنوات من المبعث. أمير المؤمنين يقرأ القرآن وكانوا يعرفون، قرأوا. فالمبعث الشريف هو اليوم الذي أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله، أمر بتبليغ الرسالة، مو أنه صار نبيا، لا، صار رسولا. مو صار رسولا يعني مرتبة ارتفعت، لا، أمر أرسل للناس. محمد نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد، محمد يا محمد.